طلعت من عند ابو عاشر. في واحد من اخوي عاشر واكم شراك طيب رجال كفو اخوتي تلزمني معه من سنين طويله ورجال مره لا طال عمرك لاني بقى اشك فيه ولا هو بيشك فيني. يا سلام. الرجال انشغل عني فتره ظروف الحياه تاخذه وشغله وانقطع عني فتره. جاني واحد يدور حتسي على ما قالوا يدور علوم. قال رفيقك وينه يا ولد؟ لا عاد اشوفه معك ولا عاد وين رفيقك؟ ما عاد بيعرف العلوم. ايه ما عاد هو معك ولا عاد تصوره ولا عاد شفناه معك. المهم الله لا يهينك. اي ما عليه شكرا على المقاطعه. المهم رفيقي منشغل والرجال ذا طال عمرك يحسب ان صاير بيني وبين رفيقي شيء. يا سلام. راح من عندي زعني الموضوع وتحمست انا لو مني ضقت يا رجيل جاني بلا. اي قلت راسي اللي فيك طيب وطيشان ونهدى والخبلان يبطش مهدى صبرك علي ولا تسبب لي جنان وانا سكات الليالة تحدى. دخلت عليكم زود دخلت الصدوف المقادير نيشان وزندن بيمناي وعليها تحدى. الطيبين الهم على الطيب عنوان والكل منهم كلمير المفدى ورفيقي اللي من عرفته الى الان والله ما زل لسانه ولا ترد. من بيننا اخوه وطاله وصفطان ما همنا من جاب كلمه وودى ليتجمعنا على العز واخوان وليتفارقنا فنغليه جد. صح ابدانكم جميع. 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 صح ابدانكم